لتفاصيل أكثر ينضم إلينا الدكتور حسن منامنة، وهو باحث في معهد واشنطن للدراسات. دكتور حسن منامنة، أهلا بك في قناة المملكة. يعني بما أن مجلس النواب الأمريكي ابان هذا التصويت حصل على الأغلبية لإجراءات عزل ترامب، طيب يعني تبقى 6 أيام أو ما يناهزها لأن يبتعد الرئيس ترامب عن الولايات المتحدة الأمريكية كرئيسا، ماذا يعني بعد إجراءات العزل وعزل الرئيس ترامب في أيام معدودة تبقت له؟ لا، أولا لا نستطيع أن نعتبر بأن دونالد ترامب سوف يختفي من الحياة السياسية بعد تنصيب جو بايدن رئيسا، لا بل أن ترامب لولا أنه معرض لضغوط الآن خشية أن تصل المسألة إلى العزل وفق التعديل الدستوري 25 لكان أكثر وقاحة في تحديه للإجراءات الدستورية السارية المفعول. واقع الأمر إنما جرى الأسبوع الماضي هو جريمة بحق الديمقراطية في الولايات المتحدة، ولا يجوز أن تمر مرور الكرام بغض النظر عن تفاصيل التوقيت، أي لابد من الإدانة في مجلس النواب ثم في مجلس الشيوخ حتى إن لم يكن الرئيس في موقع الرئاسة، لأننا هنا أمام محاولة تطويق ما قد يقدم عليه ترامب في الأسبوع المتبقي ولكن كذلك في المراحل المقبلة. علينا أن نتذكر بأن ترامب كان يعد العدة بعد أن تأكد من أنه قد استنفذ كل الوسائل الممكنة وغير الممكنة لعدم تمكين جو بايدن من أن ينصب رئيسا، كان يعد العدة لإقامة حكومة ظل نوعا ما، أي أنه يتحدى النظام الديمقراطي. إذا لا يجوز فقط غض النظر عما يقدم عليه هذا الرجل بحجة أن المسألة أصبحت منتهية، للأسف ليست منتهية. ترامب كان عبئا على الديمقراطية الأمريكية خلال توليه الرئاسة وسوف يبقى عبئا على هذه الديمقراطية بعد انتهائه من هذا المنصب. عندما نتحدث عن كل الوسائل كما تحدثت دكتور منامنة، المشروعة وغير المشروعة بحسب حديثك التي لجأ إليها الرئيس ترامب، ألا يمكن من منفذ قانوني أو أي شيء آخر قانوني يتشبث به الرئيس ترامب بطبيعة شخصيته إبان الرئاسة وغير الرئاسة، يعني قبل الرئاسة؟ لا، واقع الأمر بأنه قد استنفذ الإجراءات المعقولة، يمكن بطبيعة الأحوال كما هو يفعل بشكل دائم اللجوء إلى ما ليس معقولا، أي القول بأنني قد فزت، حتى إذا كانت النتائج تشير خلاف ذلك، حتى إذا كانت مزاعم التزوير والغش لا أساس لها، لا ليس هناك معطيات، يستطيع أن يقول بأن غياب المعطيات دليل على قوة الدولة العميقة التي أخفت المعطيات، يستطيع أن يقول ما شاء ولكن البينة على من ادعى، وهذا الذي يدعي لا بينة لديه، وكل المحاكم وكل المراجع قد أثبتت خلاف ذلك. لذلك ما تبقى له هو محاولة التشغيب على التنصيب أولا، والتشغيب على الرئاسة المقبلة، والتشغيب على البلاد بشكل عام. هذا رجل لا يعبأ، لم يكن يوما ديمقراطي الهوى، أي أنه لم يكن يوما يقبل بأن تكون الكلمة الفصل للانتخابات، الكلمة الفصل له هو. هذا رجل ميال بطبعه إلى الغرور، إلى الامتلاء بالذات، إلى الكلام إلى الورم في الكلام حتى. إذا لابد للديمقراطية الأمريكية من سلوك منهج تطويق هذا الرجل، لديه حقوق بطبيعة الأحوال، يستطيع أن يتحدث كما شاء ويدعي ما شاء إذا لم يكن لكلامه تأثير على الحياة اليومية للمواطن الأمريكي، ولكن عندما يدفع بجمهور معين وفق تنظيم معين، لا نتحدث هنا عن دفع عشوائي أو دفع ارتجالي، لا بل مع التنظيم إلى الاعتداء على الصرف الديمقراطية الذي هو مبنى كابيتول في العاصمة واشنطن، فإنه قد ارتكب جريمة، وهو بطبيعة الأحوال كونه حاليا الرئيس لا يمكن ملاحقة الرئيس في الولايات المتحدة وفق الإجراءات القانونية الاعتيادية، أي وكأنها جريمة اعتيادية، لابد من مجلس النواب للقيام بهذا العمل، وهذا ما يجري. نحن أمام حالة فريدة، من يدافع عن هذا الرجل عليه أن يتساءل عن المسؤولية التي يتحملها نتيجة هذا الدفاع. تتحدثون عن الجميع، عن الجمهوريين من المسؤولين، ولكن كذلك عن المعلقين، من يجد في هذه المواقف وفي هذه التصرفات من يجد فيها ما يجوز الدفاع عنه حقيقة يتخلف عن مضمون الديمقراطية. دكتور، بحسب ما أشرت إليه، يعني حتى بالحزب الجمهوري هناك من يتخوف
بالتصويت ضد ترامب، هناك من يرفض التصويت أصلا وهناك من صوت، هل هذا ينبئ إلى انقسام طويل الأمد في الحزب الجمهوري بسبب الرئيس ترامب؟ دونالد ترامب أطاح بالحزب الجمهوري، لينسي جرام في لحظة نضوج قبل أن يصبح تابعا ذليلا لدونالد ترامب قال إذا رشحنا هذا الرجل فإننا سوف ندفع ثمنا باهظا وسوف نستحق أن ندفع هذا الثمن. هم رشحوا هذا الرجل وهم الآن يدفعون ثمنا باهظا وهم يستحقون أن يدفعوا هذا الثمن. الحزب الجمهوري حقيقة في أزمة، ولكن المسألة لا تقتصر على الحزب الجمهوري، الولايات المتحدة اليوم في أزمة، البنى الديمقراطية في الولايات المتحدة من شأنها أن تمنع الانحدار إلى نقطة اللا عودة، ولكن كل هذا نتيجة عبث ونتيجة استهتار لا أتحدث عن الشخص السقيم، لا أتحدث عن دونالد ترامب، أتحدث عن المتسلقين الذين كانوا في جوار ترامب، المتسلقون من جميع الميول، أتحدث عن المتسلقين السياسيين والمتسلقين الإعلاميين الذين مكنوا هذا الرجل من أن يرتاد موجة الارتياب المشروعة في الجمهوري الأمريكي. ثمة جمهور أمريكي واسع يرتاد من الدولة، يعتبر بأن الدولة مطعون بها إلى ما هنالك، ولكن هناك فرق بين الريبة والوصول إلى حد التمرد والانقلاب التدميري للبنى كما شاهدناه، ووقع الأمر بأنه ما لم تتخذ الإجراءات بحكمة واعتدال، أنا لا أتحدث هنا عن يد من حديد، أتحدث بحكمة واعتدال كي يتمكن الجميع من دعوة هؤلاء الذين قد غرر بهم والذين أخرجوا عن الإجماع الوطني للعودة إلى هذا الإجماع. ما لم يحدث ذلك فإن العواقب الوخيمة مقبلة. يعني أمام الرئيس بايدن مهمة الاحتواء لما زرعه الرئيس ترامب. السؤال الآن دكتور منيمنة، بعد عزل مجلس النواب والتصويت يعني بالأغلبية يؤدي إلى ذلك، الآن هل سوف يتوجه مجلس الشيوخ لمحاكمة الرئيس ترامب؟ يعني ما بعد الرئاسة الآن إجراءات العزل ومن ثم المحاكمة ومن بعده السجن. لا أعتقد بأننا على الأقل في الوقت الحالي نتحدث عن سجن. المطلوب وما يسعى إليه الجميع اليوم هو منع ترامب من التعكير التدميري، ليس فقط من التعكير الكلامي. التعكير الكلامي مرحب به لأنه يتحدى الجميع ويدفع بالجميع إلى المزيد من الانقضام وفق الأسس الديمقراطية، ولكن هذا الرجل قد أثبت بأنه لا يحترم شيء على الإطلاق، وبالتالي الهدف مما يجري اليوم منع دونالد ترامب من المثابرة على تشغيب، على تعكير، على تدمير للبنى الديمقراطية. علينا أن نتذكر لأن المشهد الذي هو اليوم مشهد في واشنطن هو مشهد مخيف. نتحدث عن 10,000 من الحرس الوطني منتشرين في العاصمة الأمريكية. هؤلاء يزيدون عددا عن كل القوى الأمريكية المنتشرة في دول عديدة تعتبر ساحات حرب. إذا هل واشنطن أصبحت ساحات حرب؟ وعلى من تقع المسؤولية بشكل واضح؟ ليس على الرجل السقيم مجددا، ولا على من مكن هذا الرجل السقيم من ان يرتاد موجه الارتياب الشعبي، وان هذه الموجه التي ارتادته هي كذلك. اذا هناك حقيقه دعوه للجميع لاعاده النظر بمواقفهم. اتحدث عن الجمهوريين، اتحدث عن الاعلاميين، اتحدث عن كل من وجد الاعذار لهذا الرجل الذي ارتكب الفظائع ولكنه ارتكبها تدريجيا كي يتعود الناس عليها. الشتائم والكذب والإهانات وكل هذا أصبح الناس معتادون على ذلك، لا بل يبررون ذلك ويقابلون بين هذه الأفعال الشنيعة وبين أفعال أخرى قد تكون عرضة للمساءلة ولكنها لا ترتقي إلى هذا الحد، وكأننا هنا في السباق نحو الانحدار. حقيقة هي لحظة تأمل للجميع. الديمقراطية الأمريكية قوية ومن شأنها بطبيعة الحال أن تتجاوز هذه المحنة، ولكنها محنة على أي حال. عندما تتحدث بأنه تم اتخاذ القرارات تدريجيا من الرئيس المتهية ولايته ترامب، وأيضا مفاجأة يعني قرارات كانت بلحظة تخرج من الرئيس ترامب، لكن نتحدث عن قاعدة شعبية 74 مليون صوتوا لهذا الشخص الرئيس ترامب. الآن كيف يمكن أن يقاس ردة فعل من صوت للرئيس المتهية ولايته ترامب؟ علينا أن لا نقبل على الإطلاق بأن نقول بأن خطوط التماس
هي بين الجمهوريين والديمقراطيين، أو بين من صوت لترامب وبين من لم يصوت لترامب. خطوط التماسية بين الأمريكيين من جميع الانتماءات، جمهورية ديمقراطية مستقلة، والذين يريدون الخير والازدهار والبقاء والنجاح للبلاد، وبين قلة قليلة هي حقيقة يحركها ترامب كيفما شاء على ما يبدو، ولكنها كذلك هي تحركه وتستفيد منه، هي على هامش الهامش في الولايات المتحدة. ليس هذا صداما بين 74 مليون و 80 مليون، أو كما يريد ترامب بين 74 مليون ورقم غير محسوب لأنهم لم يصوتوا ضده. علينا أن ننسى ما يقوله الرجل، هذا رجل سقيم، هذه ليست مفاجأة نعلمها، ولكن كان الجميع يتحفظ عن هذا القول، ليس الجميع ولكن الكثر كانوا يتحفظون عن هذا القول لأنه الرئيس، نعم، ولكنه هذا الرئيس الذي هو اليوم كذلك مجرم، اعتدى بشكل واضح وصريح على الديمقراطية الأمريكية. المسألة تصبح الآن هناك حاجة ماسة لإعادة اللحمة إلى هذا المجتمع الأمريكي، انطلاقا من القناعة بأن الجميع بما في ذلك الغالبية العظمى من الذين صوتوا لترامب يريدون الخير لهذه البلاد، يريدون التقدم، ولديهم وجهة نظر لابد من الإصغاء إليها. الحديث عن عولمة متسرعة تتسبب بالبطالة، الحديث عن تجاوز للقيم التقليدية، هذه كلها طروحات تحتاج أن ينظر إليها، أن يستمع إليها، لا أن تسفه، لا أن تهمل، لا أن يجري تجاوز هذه المواقف. وحتى فيما يتعلق، هنا علينا أن نتحدث بوضوح، هناك شطح من اليمين كما هو ترامب ومن يجاري ترامب، ولكن كذلك هناك شطح من اليسار. شهدنا مثلا الكثير من الاعتذاريين لحالات معيبة جدا في البلاد خلال الاعتراضات التي صاحبت أو التي تلت مقتل جورج فلويد، سرقة ونهب وحرق منازل وحرق مؤسسات ثم اعتذار لهم. لا، لابد من عودة إلى العقلانية في الخطاب، والعودة عن التحزب، والعودة عن توجيه الاتهامات، وكأن الولايات المتحدة صفين، الولايات المتحدة صف واحد، ولكن ضمن هذا الصف على هوامش هذا الصف هناك من يعكر، وهؤلاء لابد من احتوائهم، لابد من ضبطهم، لابد من استمالتهم مجددا، من إعادتهم إلى الإجماع الوطني، ولكن لابد كذلك من معاقبتهم عندما يرتكبون الجرائم كما هو حال هذا الرئيس الذي ارتكب جريمة إثارة الفتنة والدعوة إلى التمرد والهجوم على صرح الديمقراطية الذي هو مبنى الكونغرس، مبنى الكابيتول. دكتور حسن منامنع، من حديثك وقلت بأنه ليست هذه الديمقراطية الأمريكية ولا هو شكلها، لكن توضح بما أنه أتى الرئيس ترامب إلى سدة الرئاسة يوما، فهناك من يضع اللثام على فم الديمقراطية الأمريكية، وهناك من يميت اللثام عن هذه الديمقراطية الأمريكية. الآن ماذا سيكون مستقبل الحزب الجمهوري إبان هذه المواقف التي حدثت؟ نعم، أولاً الاعتراضات على الديمقراطية الأمريكية هي اعتراضات في محلها إذا كانت صافية النية وصادقة النوايا بشكل عام. أقصد بذلك إذا كان هناك اعتراض يهدف إلى تحسين هذه الديمقراطية فإنها ليست كاملة بالتأكيد، ليس هناك نظام سياسي كامل بالتأكيد. ولكن عندما يأتي الاعتراض من جهات لا تعلم ما هي الديمقراطية ولا تمارسها على الإطلاق، بل هي حقيقة تتمرس بالسلطوية وبالطغيان إلى ما هنالك، أتحدث عن الصين، عن روسيا، عن إيران إلى ما هنالك، ثم تأتي هذه الدول وتريد أن تحاضر بالديمقراطية، هذه شماتة وليست محاضرة بالديمقراطية، تهمل، لا حاجة حتى للإصغاء إلى ما يقال هناك، لا اعتبار لهذا الكلام. الاعتبار هو لمن يعترض مثلا، وهذه مسألة مفتوحة، هل المجمع الانتخابي هو الوسيلة لانتخاب الرئيس؟ علينا أن نتذكر بأن ترامب فاز بالانتخابات ليس بالأكثرية الشعبية، إنما بأكثرية أصوات المندوبين ضمن المجمع الانتخابي. هذا سؤال يطرح، بعض الديمقراطيين يشيرون إلى أن هناك غالبية ديمقراطية متواصلة، ولكن هذه الغالبية لا تنعكس على المقاعد في دوائر الحكم لطبيعة النظام السياسي. كل هذه مسائل تبحث. فيما يتعلق بالحزب الجمهوري، الحزب الجمهوري قد تأذى أذى شديدا نتيجة الضربة القاضية التي ضربها به ترامب، ولكن علينا أن نتذكر هنا بأن كما أشرت ترامب لم يشتره هذا التيار الموجود ضمن الحزب والداعي إلى الارتياب من الدولة إلى حد التمرد عليها،
هو ارتاد هذا التيار، كما أن هذا التيار قد ارتاد ترامب. إذا لابد للحزب الجمهوري من مراجعة ذاته، وهو حزب كما الأحزاب كما الحزبين في الولايات المتحدة، ليس الحزب في الولايات المتحدة حزب عقائدي. الجمهوريون منهم محافظون اقتصاديون، منهم محافظون اجتماعيون، منهم محافظون جدد، وهذه توجهات عقائدية مختلفة جدا. هل هذا التحالف القائم بين هذه التوجهات المحافظة هل هو مبرر للاستمرار ضمن الحزب الجمهوري، أو هل نتحدث عن بروز أحزاب جديدة؟ الواقع ينطبق كذلك على الحزب الديمقراطي. هناك تيار تقدمي، هناك تيار وسطي، وهما على تباعد عقائدي كبير. إذا المرحلة المقبلة هي مرحلة مراجعة للذات، ولكنها بالدرجة الأولى مرحلة مراجعة للحاجة إلى إجماع وطني على ثوابت. نختلف على الصيغ التي نراها مناسبة للبلاد، ولكننا نتفق على حاجة أن تكون البلاد مستقرة. هذا ما أفقده ترامب، لأن الرؤساء عادة ملزوم في الولايات المتحدة، ملزوم بأن يكون كل رئيس شخصية جامعة. أما ترامب فهو عاجز عن ذلك. مجددا أعود وأقول، ليس أنه قد تقصد القسم، لا يستطيع خلاف ذلك. هذا رجل قاصر، هذا رجل صبياني. المسألة واضحة، ليست جديدة، لم نكتشف هذا اليوم، كان ذلك جليا في اليوم الأول. ولكن يوما ما كان دكتور منيمنة، كان الرئيس ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، لكن كما تحدثت ما حدث هو انعطافة سياسية للحزبين. دكتور حسن منيمنة وهو باحث في معهد واشنطن للدراسات، شكرا جزيلا لحضرتك.